عندنا 10 دقايق 10 دقايق وهنحصلك 10 دقايق اقل من 10 دقايق بس دي مهمه محاضره مؤجلينها من قبل الصلاه يعني انا هقول للناس وكله اللي هم يعملوا اللي هم عايزينه احنا عندنا المحاضره اللي مستنيينها من الاول السيشن بتاعت الدكتور خالد مطراوي Imaging of Sports Medicine, a radiologist in the court. هياخد 10 دقايق تقريبا 10 12 دقيقة وبعدين البريك فتح عشان الحقوق قبل السيشن اللي بعد كده. بس مش باينة هنا لسه. شكرا دكتور ناجي طبعا يعني بصفتي أحد الممبرز أوف ساينتفك كوميتي وزعنا المحاضرات على سبورتس انجري يعني فأنا طبعا ليا الشرف إن أنا أكون كومودريتور النهاردة مع دكتور ناجي ودكتور عمر شرف كبير ليا. الفكره بتاعت المحاضره ان احنا عايزين نعرف الراديولوجيست في الملعب او مع لعبه معينه ممكن يكون دوره ايه. I have nothing to disclose. طبعا انا هحول المحاضره لكيس برزنتيشن يعني اهم حاجه في الفيرست كام سلايد دول ان احنا الرول الاهم حاجه يكون في كولابوريشن ما بين الكلينيشنز والراديولوجيست لان اهم حاجه بالنسبه للسبورتس كلينيشن ان هو يرجع اللعيب في اسرع وقت ممكن بدون ان الاصابه تكون منتهتش او ان الاصابه ترجع تاني في اقرب فرصه ممكنه. بالنسبه للاكس راي اهم حاجه ان احنا يكون عندنا اتليست تو بربنديكولار فيوز ولكن عندنا الاستريس فيوز دهيت ممكن نستخدمها عشان نبين فراكشر صغير زي اللي موجود قدام حضراتكم ده. وده طبعا اللي هو المشهور جيم كيبر النر كولاترال ليجمنت انجري اوف ذا ثامب. بيحصل فين؟ بيحصل في اي لعبه فيها راكت بالنسبه للتزحلق طبعا عندنا مش موجود هنا في مصر ولكن دايما بيحصل في اثناء اللعب لما اللعيب بيقع في الاتجاه ده وبنشوف زي ما حضراتكم شايفين هنا كده الالنا كولاترال ليجمنت عند المتكاربو فالنجل ارتكيليشن في انجري وعندنا الاديمه في المتكاربل هيد في الاكزيال وفي الكورونال فات سبريشن ايمجز زي ما دكتور احمد نجار اتكلم عن الالترا سونوجرافي ولكن احنا في بعض الحالات بنضطر ان احنا ابجريد للام ار اي في حالات التنس ليج مش بيحصل بس اسمها تنس ليج لكن بتحصل في العاب كتير عندنا زي ما حضراتكم شايفين في اديمه في السوليس ماسل اديمه في الميديال هيك جاستروكريميس مايوفيشال سيبريشن وفي جوريجيشن موجود هنا لازم ننبه زملائنا ان في بلانتاري ستربشر دي مهمه جدا جدا ان الفيزيشن يعرفها لانها بتفرق معاهم جدا في المانجمنت شايفين حضراتكم الكوريجيشن الموجود هنا والفيذري ابييرنس اوف ذا ماسل موجود لو لقينا انترا ماسلر هيماتوما في السوليس ماسل كده وي هاف تو نوتيفاي الكوليجز ان احتمال العيان ده يروح لكومبارتمنتال سيندروم طبعا السي تي بالنسبه لنا السي تي موجود معانا ولكن المسج اللي في الحاله دي ان احنا عندنا الاستريس فراكشر يا جماعه مش بيبان في السي تي في الايرلي ستيجز ودي بتعمل كونفليكت كتير قوي مع زملائنا في ان هو اول ما بتكتب له ستريس فراكشر في الريبورت بيبعت العيان يعمل سي تي ما بيلاقيش الفراكشر فبتبقى مشكله فطبعا الاستريس فراكشر بيبان باندوستيال وبري اوستيال اديما في الاكزيال وفي الكرونال والساجيتال ايمجز مع ده اسبوع او 10 ايام ممكن يبتدي فاين سكليروزس موجود وده طبعا استريس اديما في الميتا تارسال بون انا قعدت فتره طويله ان احنا نتكلم عن الاوفر يوز انجري في الام ار اي عندنا طبعا التنس البو بيشوف لعبات السكواش والتنس وطبعا في اليونايتد ستيت بيشوفوها في البيسبول لعيبه البيسبول شايفين حضراتكم هنا اوستيوفايتس عند الكومن اكستنسور اورجن كومن اكستنسور اورجن تندينوزس بارشل تير وكمبليت تير في الالعاب اللي فيها زي ما ظهرنا مشكله كبيره جدا طبعا بتواجه اي حد بيشتغل في الراديولوجي بتاع السبورتس انجري الاولاد الصغيرين بتوع الجمباز مأساة طبعا ان هم اطفال صغيره جدا وبيضغطوا عليها بطريقه مش طبيعيه فده من ضمن الحاجات المشهوره جدا عندهم الجيمناست ريست بيبقى بيتمرنوا ساعات طويله جدا وشايفين حضراتكم الاديمه اللي حوالين الفايزيال لاين والسيبريشن الموجود في الفايسز جيمناست ريست الحالات اللي جايه دي حالات من الاركايف بتاعي هتعمل سمري للي احنا شفناه مع الزملاء السبيكرز قبل كده وبعض الحالات اللي هي تغطي اجزاء من الجوينتس اللي ما اتغطتش ده تبع المحاضره بتاعت الشولدر اكروميك ليفيكل جوينت انجري من اشهر الناس اللي حصل لهم المشكله دي مين محمد صلاح طبعا بتبدا من اول الدايستاسيس سبلكسيشن لحد ما حضراتكم شايفين هنا كومبليت ديسلوكيشن والسوبيريور اكروميك ليفيكل ليجمنت مش موجود في بوينتس كده لازم نكومنت عليها السوبيريور اكروميك ليفيكل جوينت ليجمنت وهنا الترابيزيوس ماسل بيها انجري ساعات الديتويد بيبقى فيها فاضل نقطه مهمه جدا الكراكو كلافيكولر ليجمنت لو بارشال تير زي كده بتفضل في مكانها لو حصل كومبليت تير بيحصل مايجريشن للكلافيكال ابورد وطبعا في المشهور اللي هو الروكوود كلاسيفيكيشن اللي كلنا عارفينه
بالنسبة للعيبة الكورة أهم حاجة طبعاً دكتور أحمد عبد الخالق قال حاجة زي كده في المحاضرة بتاعته إن هو العيب بيشوت الكورة، لازم حضراتكم تعرفوا الميكانيزم في إنجري، لما بيشوت الكورة بوش رجله كده لو الكورة ما جاتش بالكامل في وش رجله كل الفورس ده بيطلع في الهواء، فبيجي فين؟ بيجي في الانتيريور انفيريور ايليك سباين هنا، وزي ما حضراتكم شايفين الإديمة اللي موجودة والافالشن اللي موجود، وفي إديمة في الريكتس فيمرس ماسل، وبيبان في السي تي طبعا الافالشن اللي موجود في الانتيريور انفيريور ايليك سباين. استنى في النجي وحضرتك شايفين؟ هو من ضمن الحاجات التكنيكال الغريبه جدا كده ان طبعا السبيكرز يا جماعه مش شايفين الوقت، يعني انا وانا واقف هنا انا مش عارف انا خلصت ولا لسه، ما انا عارف انا عارف، ما انا دكتور حسام كنت لسه هتخانق معاك بعد السيشن ان انت مننا يعني وعديت الوقت، بس اكتشفت ان انت فعلا انت مش شايف، لازم تعمل كده عشان تشوف الوقت، ده مش منطقي يعني. سعاد يا جماعه متخيلين مديها لعيب كوره شاط الكوره على الهواء، يعني شاط الكوره على الهواء بيحصل له بقى افالشن للانتيريور انفيريور سباين وانجري في الستريت وريفلكتد هيد، وشايفين هنا كومبليت افالجن للريكتس فيمرس ماسل وانجري في البروكسيمال بورت، وطبعا سيبريشن للانتيريور انفيريور ايليك سباين في الكورونال والاكزيال ايمجز. ده كان لعيب باسكت بول وبيطلع سبرنت وبيغير الدايركشن بتاعه، حصل سيفير بين في البوستيريور كومبارتمنت، حضراتكم شايفين هنا افالجن للهامسترنج اوريجن والماسل نفسها، ولو نشوف في الكورونال شايفين حضراتكم كومبليت افالجن للهامسترنج اوريجين وفايبرز ديتراكشن وانتر ماسكولر كولكشن، ذيس از ان هامسترنج افالجن انجري. الحاله دي دكتور احمد خالد اتكلم عليها وبقت كومن جدا بنشوفها كتير اليومين دول، اللي هي بيسموها الاسم الغلط السبورتس انجري، اللي هي اسمها الصح اللي قاله دكتور احمد اثليتيك بيوبالجيا، بنشوف في الكورونال وفي الاكزيال اوستيايتس بيوبس، وفي زوم ايمجز زي كده بنشوف الانجري اللي موجود في البروكسيمال ادكتور ماسلز. ده كان لعيب مش محظوظ للاسف لانه وقع قاعد، فزي ما حضراتكم شايفين في فراكشر في الكوكسكس هنا باين خالص عندنا في التي 1 والتي 2 والفات سابريشن ايمجز في الفيرست كوكسيجيال سيجمنت. دي نقطه مهمه جدا برضو ضحايا الجمباز الواد الصغيرين، دي مهم جدا ان احنا نعرف ان دي مش فراكشر الاس كيو بيوبيك سينكوندروزيس فان نيك اودلبرج ديزيز، بيبقى شايفين حضراتكم هنا السيبريشن بتاع الابوفيسس ده لسه نان يونايتد لسه نان يونايتد، فبنشوف معاه وبنشوف معاه سوفت تيشو قديمه، لكن مهم جدا ان احنا نسيب الولاد دول يعني كونسرفاتيف تريتمنت بيعدوا بامان تماما، لكن حضراتكم شايفينها شكلها زي ما يكون فراكشر تماما، ذيس از نوت فراكشر. لعبت الهاندبول لعبه لطيفه جدا طبعا وما فيهاش اي عنف ولا اي حاجه خالص زي ما حضراتكم شايفين، بيحصل فيها ديسلوكيشن كتير جدا، ولكن انا عجبت الحاله اللي فيري رير كانت بالنسبه لي في الحالات اللي جات لي ريفرسد بانكرت وريفرسد هيل ساك، شايفين حضراتكم القديمه قدام والتير حصل في البوستيريور لابنم زي ما دكتور حسام ورانا في المحاضره بتاعته. Finally, while clinical examination remains central to any patient assessment, imaging plays an increasingly important part in the initial evaluation and follow-up of sports injuries. Imaging can assist with appropriate management decisions, return to training, and prediction of injuries. Recurrence ultrasonography plays an important part in diagnosis as well as guiding interventions. MRI is the current imaging gold standard because of ability to visualize soft tissues with excellent contrast, high spatial resolution, and multiplanar assessment. It is important that sports physician and musculoskeletal radiologist collaborate for optimal management of injury to an athlete. نهم ان احنا جماعه نتعاون بالطريقه لكن مش بالطريقه دي، وطبعا اكيد مش بالطريقه دهيت، لازم نكون يعني نحاول نتعاون بس بالطريقه الصح، كل واحد يعمل شغله. طبعا دي مكتبه اسكندريه وحشتنا كلنا ووحشتونا ان شاء الله انكم تشرفونا في اسكندريه في اتمنى في المؤتمر القادم ان شاء الله، وثانك يو فور يور اتنشن. نشكر دكتور خالد قوي على المحاضرة القيمة، واحنا استعجلناه شوية عشان نلحق الكوفي بريك، بس ان شاء الله لينا قعدة تاني بإذن الله في مؤتمر قادم.